لا تزال ردود الأفعال متواصلة في الأوساط الكروية العراقية والأسيوية بعد غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مباراة فريقه النصر السعودي ضد الشرطة العراقي في افتتاح مشوار الفريقين في دوري أبطال آسيا، بعدما كانت كل الأوساط الكروية في العراق تنتظر حلول أسطورة الكرة العالمية للمرة الأولى في البلاد. نادي النصر السعودي أعلن رسميا أن غياب قائده عن المباراة كانت لدواعي صحية، لكن رواد منصات التواصل الاجتماعي تداولت أسباب أخرى لامتناع رونالدو في آخر لحظة عن السفر إلى بغداد. بعض الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي قالت أن النجم المصري محمد أبو تريكة شن هجوما ناريا على رونالدو بعد عدم سفره إلى العراق، ونسبت المصادر ذاتها لأبو تريكة المحلل الفني على قنوات بإين سبورت قوله: لو كان العراق بلدا أوروبيا هل سيتخذ رونالدو القرار نفسه؟ العراق لا يحتاج إلى رونالدو أو إلى أي شخصية مشهورة أخرى، فهو بلد أعظم الحضارات ولديه تاريخ مشرف في كرة القدم. وبالتثبيت في حقيقة تصريحات محمد أبو تريكة تبين أنها مجرد فبركة لا أساس لها من الصحة، إذ لم يصرح بها البتة، بل نشرت من خلال بعض الصفحات والحسابات غير الموثقة، ونسبتها إلى محلل قنوات بإين سبورت مستغلة شهرته وشعبيته لدى الجماهير العراقية والعربية.